أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وجولة جديدة من استديو الإخبارية. نناقش على طاولتنا اليوم موضوع مهم وبالغ الأهمية وهو التستر التجاري، حيث أنه يتسبب بدرجة كبيرة في إفشال سياسة الاستقرار الاقتصادي في أي بلد ينتشر فيه، ونحن في المملكة بتنا نعاني من وجود هذه الظاهرة التي ساعدت على تشويه مؤشرات الأزمة لوضع سياسات اقتصادية مختلفة، ولعل أبرز هذه المؤشرات هي الأسعار ومعدل البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي. تواجدت كاميرا استوديو الإخبارية في إحدى شوارع الرياض لرصد التستر التجاري والمخالفات التي تسود محلاتنا التجارية. فتح واحد ما يمشي، لازم فتح تاني يعني؟ لازم فتحتين. ايه؟ في سوبر ماركت. ممتاز. فتحتين وثلاثة فتحة. ثلاثة فتحة ممكن. طيب كيف أنا أجيب عامل وسوي تأجير أحسن؟ هي أساساً بقالة كم طلع ممكن؟ والله إذا بقالة يمشي كويس. طلع 4,000 5,000 6,000 7,000 ها؟ وكم أعطي أنا سعودي؟ كم أعطي نفر سعودي؟ مثلا نجيب عامل انا كم يعطي سعودي هو؟ عامل سعودي لا كم يعطيني انا اسوي تاجير ولا كيف؟ اذا اسوي تاجير احسن كذا يعني هو اخذ اسم يعني خلاص انا ما في هو يدفع اجار هو يدفع كل شيء صح؟ كل شيء هو يدفع هو جديد ما يعرف شيء. اوكي شكرا حبيبي شكرا. بضاعة؟ أيوة. كم عامل ممكن يكفي؟ عامل لازم 3-4 أيوة. أغراض كله؟ أغراض والله غالي هذا كهرباء السباكة. طيب كيف سوي؟ أنا سوي تأجير ولا كيف؟ هذي أنت أول شيء يجيب المعال في دبر المعال هو كيف سوي شغل أنت تواجه أنا في عند بابا اثنين عمال هو عارف شغل هذا؟ لا واحد بس ثاني ما يعرف خلاص انت سويت باك وطبعا اوكي هو يبغى يسوي ايجار ولا سوي بالشهر الحين كله محل الحين كله محل سباكة ايجار؟ لا ما في كل محل في شغل في شغل في شغل بس في محل ايجار ها؟ طيب انتظارك. اوكي وكم ممكن طيب اطلع فلوس حلاق؟ والله ممكن 6-7-8 ايش احسن تاجير ولا او كله حلاق تاجير ولا براتب؟ هذا مزاج نفر في يعطي راتب في يعطي تاجير. ايش نفر سعودي اكثر شيء ايش تاجير؟ اكثر شيء نفر سعودي تاجير صح؟ اوه كويس. يعني كم يعطي هو نفر سعودي مثلا 4,000 5,000 شهر؟ 5,000 4,000 بين ثلاث من حلاق وحلاق باقي خلاص حلاق هو يدفع اجار هو يدفع كل شيء 4-5,000 هو يعطيك انت بعدين ايش فايده كم على الاجار هذا؟ لازم اول ما اطلع فوق انا اطلع من تحت. اوه لازم في البدايه يعني ها؟ في البدايه لازم رخيص هذا كده ممكن علينا انا كلام انت ممكن فايده كل شهر 5,000 صح ممكن بطلع ما يطلع بعدين انت ايش فكر بس ايه طبعا بس احسن تأجير ها؟ ايه. وبعد كل ما رأيناه من هؤلاء الأعمال الوافدة أصبح السؤال واضحا، ما هي الأسباب التي أدت إلى انتشار مثل هذه الظاهرة وأين دور الرقابة؟ الاستديو الإخبارية تركي التركي. أين دور الرقابة؟ هكذا انتهى التقرير الذي قام به الزميل العزيز تركي التركي. تشكر وطبعا يذكر وتشكر عليه هذا التقرير زميلي. طبعا مشاهدينا التعليق على هذا الموضوع ينضم إلي هنا في استوديو الإخبارية الأستاذ محمد العجلان رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية بالرياض. أستاذ محمد حياك الله ومسيك بالخير. مساك الله بالنور وشكرا جزيلا أخوي عزام على الاستضافة وشكرا للقناة الإخبارية لطرح هذا الموضوع الهام. يا أهلا وسهلا. وكذلك طبعا نرحب مشاهدينا بالأستاذ بندر السفير الكاتب الصحفي من الدمام. أستاذ بندر حياك الله ومسك بالخير.
أهلا وسهلا فيك وأشكركم على الاستضافة، أحييك وأحيي ضيفك الكريم وأحيي المشاهدين. وكذلك طبعا نرحب من أبها الأستاذ مرعي عسيري الكاتب الصحفي، حياك الله أستاذ مرعي. الله يسلمكم مساكم الله بالخير وشكرا على طرح هذا الموضوع الوطني الهام. يعطيك العافية. طبعا بداية أستاذ محمد، يعني خلينا أنا أبدأ معاك، يعني ظاهرة التستر وسأل زميلي ترك التركي أين الرقابة، خلينا قبل أن نتكلم أين الرقابة، يعني خلينا ما هي الأسباب، خلينا نعرف أول شيء الأسباب اللي ساعدت وساهمت على تفشي هذه الظاهرة اللي جالسة تقتل في المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، قضية التستر هي قضية هامة للاقتصاد الوطني، وأنا أسميها أحد يعني الحواجز المنيعة وأحد يعني الجدران التي تعيق توليد الوظائف، اللي الدولة حفظها الله الآن تعمل بجهد واجتهاد لتوفير الوظائف للمواطنين. نعلم الآن يعني حجم الشباب في هذه البلد والنمو المتزايد، كل هؤلاء الشباب يبحثون عن فرص عمل ويبحثون أن يكونون كأصحاب أعمال وأيضا كموظفين. فنتكلم نحن عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو قطاع الأعمال، في كثير من العالم هي الجهات التي توظف يعني غالبية طالبي العمل. للأسف في المملكة العربية السعودية الآن نجد كثير من هذه المنشآت تقع تحت نطاق التستر. عشان نكون واضحين ويعني نكون نوضح المشكلة أساسا، نلمس الجرح، نلمس المشكلة، يعني بداياتها كانت يعني المملكة مرت بمرحلة تنمية يعني غير مسبوقة في العالم. أتذكر يعني ونقرأ، كنا صغار ونقرأ من اللي صار في منتصف الثمانينات، كانت الدولة حفظها الله يعني تعطي كل متخرج من الجامعة 50,000 ريال ويعمل في الدولة، لأنه في هذاك الوقت ما كان يعني عدد الموظفين السعوديين بالحجم المطلوب الذي يواكب حجم التنمية في البلد. جميل. فاضطرت الدولة واضطر المواطنين وأصحاب الأعمال إلى استقطابها العمالة والموظفين والكفاءات الوافدة، ويعني يعطيهم العافية، شاركوا في البلد وعملوا ونموا وأخذوا حقهم يعني المجزي مقابل ذلك. لكن بعدين لما التوسع اللي صار أصبح جزء من هؤلاء أصحاب أعمال بطريقة غير نظامية وغير شرعية ومخالفة. ولكن نكون واقعيين وصادقين مع أنفسنا، لم ينزلوا علينا هم ببرشوتات أو نزلوا بهليكوبترات من برا. أساس المشكلة أيضا المواطن السعودي اللي يذهب لوزارة التجارة ويستخرج سجل تجاري ويتيح الفرصة لهذا الوافد أنه يكون يعمل في هالقطاع. طيب، يعني إحنا الآن إذا جينا نبي نلمس الجرح ونلمس القضية ونحاول نعالجها، إحنا نعرف أنه يعني تكلمنا تحت الهواء أنا وياك أستاذ محمد على موضوع أنه في مربع، المربع هذا يتكون من وزارة الداخلية، نعم، وزارة العمل، التجارة، والمواطن، صح ولا لا؟ نعم. طيب، لما نجي نتكلم عن أنه المواطن أحد الأسباب المهمة يعني إن لم يكن هو الأهم، كيف ممكن انه احنا قدر المستطاع نعالج هذا الموضوع بقوانين وضوابط نجعل انه المواطن، لانه المواطن لما انت تجيني الان تقول لي والله انا وافد، نعم، وابغى اعطيك 5,000 في الشهر، وانا كل اللي احتاجه اسمك، لا ديكور ولا اسم المحل، اللوحه انا اتكفل فيه، الزبائن انا اتكفل فيهم، البضائع انا اللي اجيبها، انت ما لك اي علاقه سوى انك تجي اخر الشهر تستلم 5,000 على الاسم، نعم، كيف ممكن انه احنا نعالجها؟ طبعا للاسف الان يعني السوق متشبع بالمتسترين، والسوق طلب وعرض، وخلينا نكون ايضا صادقين مع انفسنا مره اخرى، لا نستطيع في يوم وليله اننا يعني نقول والله اخرجوا برا السوق ويلا نحط بدالهم السعوديين. هل نحن الان يعني مستعدين نبدا بقطاع قطاع، نعمل خطه وطنيه لمده 5 سنوات، نبدا اجزاء في مدن، نبدا مثل الان اللي قاعد يصير في قطاع الاتصالات. فيعني لو بدينا الان، واللغط اللي صار الان عن اقفال التموينات والشغلات كذا، ما نبغى اشياء تربك السوق وتربك المستثمرين وتربك المستهلكين ايضا، لان لها تبعات اخرى ايضا، لو تقفل محلات كثيره وما بقى الا محل محلين التضخم بيصير وما في توازن، يعني لازم يكون العمل عمل منظم وعمل. لنبدا يعني بخطه طويله ونبدا من الان، لا ما اقول والله نموت الاشياء ولا نعطيهم مجال لكن نخلي في خطة استراتيجية، خطة يعني تكتيكية، أنا يعني قصيرة وطويلة الأمد. الأمثلة هي تقرب الأفكار بسهولة وبوضوح للمشاهدين والمشاهدات الكرام. يعني نفرض الآن لو نتكلم عن مدينة الرياض، لو جاء في منطقة جديدة الآن، حي جديد، قال لك الحي الجديد هذا ممنوع أي بقالة تفتح فيه إلا سعودي. طب السعودي راح يوظف عامل، لكن يكون سعودة حقيقية وعمل حقيقي. طيب ولا يكون في تستر. كيف أستاذ محمد؟ يعني لما جينا نتكلم الآن أساسا كيف ظهر التستر إلا بعملية أنه أنا أحتاج عامل في وهذا العامل هو هذا؟ عزام، في إجراءات الآن وزارة العمل ووزارة التجارة قاعدة تعملها الآن. وزارة العمل يعني ممكننا نختلف معهم بعض الشيء في بعض النقاط، ولكن نتفق معهم في نقاط أخرى كثيرة.
الآن برنامج حماية الأجور الأشياء هذه فرض أنه يكون والله في مسك دفاتر تطبيق نظام الدفع الآلي والشغلات هذه كلها راح تحد وتضيق من أعمال المتسترين هؤلاء. جميل. فعندما نبدأ يعني بمراحل وبمناطق وبشغلات زي كذا لأن الشاب السعودي أو المواطن السعودي عندما يجد الفرصة الكريمة ويجد الربح الجيد صدقني إني راح ينافس. تسمعت الكلام اللي في التقرير أستاذ محمد. الآن اللي حاصل أخوي عزام إن المواطن السعودي للأسف يجي في مكان معين في شارع معين تجاري وغالبية اللي يعملون فيه كلهم من جنسية وافدة معينة راح يحاربونه بحرب أسعار لو يبيع بسعر التكلفة أو أقل بس بمجرد إنهم يطلعونه برا السوق. لكن لو يجي هو في سوق يعني جديد وفرش وطازج ولا أحد يضايقه وواضح والمواطنين بالعكس بيدعمونه والناس بتدعمه وحصل الربح وأخذ الخبرة ووقف على رجلين في السوق راح تنتشر يعني هالثقافة لدى كثير من المواطنين. جميل. أستاذ بندر يعني أنت سامع الحوار اللي قاعد يدور بيني وبين أستاذ محمد ودنا أنه طبعا تشاركنا فيه. يعني إحنا تكلمنا عن أنه هي مربع بين الداخلية والعمل والتجارة والمواطن وبعد كذا تكلمنا أو سمعنا حتى في التقرير اللي عمله زميلنا تركي التركي بأنه في دخل كبير. يعني أحد الوافدين قال 7,000-8,000-9,000 ريال أنا أدخل شهريا. يعني هذا راتب موظف حكومي خدمته ما لا تقل عن 5-6-7 سنوات ولا لا؟ طيب الآن كيف ممكن أنه إحنا ما راح نقول سعودة ولكن كيف طيب. ممكن أنه إحنا الآن نغير ثقافة المواطن في عملية أنه لا تتستر امسك حلالك أنت ترى العملية أفضل لو مسكته أنت. طيب أعتقد أن إحنا عندنا صدر أمر ملكي عام 1425 بنظام يكافح التستر. وزارة التجارة أيضا سنت مجموعة من العقوبات من ضمنها سجن لمدة 2 سنين وغرامة 1,000,000 ريال. إحنا دائما لدينا أنظمة صارمة جدا ولوائح مميزة جدا لكن غالبا لا يتم تطبيقها بالشكل المفترض يتم تطبيقها. إذا تكلمنا على التستر التجاري لو تلاحظ من التقرير اللي موجود أو اللي تم عرضه التستر التجاري دائما يبدأ من المؤسسات أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. لن تجد مثلا أحد البنوك في تستر ظاهر التستر، لن تجد مثلا أحد شركات الإسمنت، أحد الشركات الكبرى، البتروكيماويات، الاتصالات إلى آخره. دائما بوابة هذا اللي نقدر نسميه الآن سرطان ينهش في الاقتصاد البلد هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة. المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل في المملكة 93% ونسبتها نسبة كبيرة جدا 93% بعدد يتجاوز 1,800,000 منشأة. هذه 1,800,000 منشأة توظف أكثر من ربع العاملين بالمملكة. المشكلة عندنا بالضبط وين؟ المشكلة في عملية الإضافة. يعني عادة في الدول المتقدمة المنشآت المتوسطة والصغيرة تساهم في الناتج المحلي بنسبة تزيد عن 50%. في المملكة النسبة لم تصل إلى 33% وهذا مؤشر خطير جدا. أعتقد أنه كل ما قدرنا نسكر هذه البوابة اللي هي بوابة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمقصود فيها لو تلاحظ جميع المحلات اللي مروا فيها التقرير هي وظائف لا يقبلها السعودي. فالأجنبي أو اللي يعمل المتستر عليه إذا صح التعبير يبحث عن الوظائف التي لا يرغب فيها السعودي. فإحنا متى ما زدنا جاذبية هذه الوظائف ودعمتها الوزارات المعنية أعتقد ظاهرة التستر ستنحسر. جميل. طيب أستاذ مرعي سمعت الأستاذ محمد، سمعت الأستاذ بندر، شفت معانا التقرير، يعني نعم. إيش تعليقك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم على السادة مشاهدين والسادات السيدات. الحقيقة أن يكفي هذا الآن ظاهرة التستر التجاري ظاهرة تضر بالاقتصاد. الحقيقة هو اسمه تستر والمتستر محتال، يعني سواء متستر أو متستر عليه لابد أنهم يأخذون في الحسبان الطريق شبه النظامية ولكن في الواقع تستر. وزي ما كان يتكلم الزميل بندر السفير ويقول يعني بالمنشآت الصغيرة فعلا منشآت الكبيرة حتى في السوبركات الكبيرة بدون ما نسمي أعتقد أنهم ما فيها ظاهرة تستر. الحقيقة أن التستر هو يعني ظاهرة خطيرة لأنها تستنزف الاقتصاد الوطني بالتحويلات الأجنبية. يعني يقول في بعض الآراء أنه رواتب العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية في تقرير اقتصادي سابق حوالي 56 مليار
بينما تقريبا ان التحويلات تعدت 90 مليار. طيب تدري شلون استاذ مرعي؟ خلينا نضيف على موضوع الاحصائيات الان، خلونا نشوف الاحصائيات مشاهدينا الكرام ونرجع لك استاذ مرعي عشان نتعلق عليها. استاذ مرعي شاهدت معانا الاحصائيات؟ كيف يبدو لي ان الارقام اللي عندي يعني اللي كنت اقولها قريب من الكلام اللي انا اقوله، 81 مليار اخر شيء و59 عام 2015. احنا لا نعترض على ان يحولون الاجانب، الاجانب هم جو يعملون من اجل ان يفيدون انفسهم ويفيدون وراهم اسر وراهم التزامات وراهم صح. احنا ما ننكر هذا هذه، ولكن زي ما قلت لك انه كانت يعني رواتب العماله الاجنبيه يقال انها حوالي 56 مليار في تقريبا عام 1410 او عفوا 430 او اكثر، لكن وصلت التحويلات الى اكثر من حوالي 90 مليار او 81، خلينا نقول نعتمد على تقريركم اللي يمكن ادق اللي 81 مليار و59 مليون. يعني الحقيقة معناتها أنه فعلاً أنهم مستفيدين، هو استنزاف، لأنه يقال أن حوالي تقريباً 23% من العمالة اللي في السوق أو أكثر تمثل يعني من العمالة السائبة التي يعني غير جانب العمالة الرسمية. طبعاً المتستر يسهل على المتستر له عملية تسهيلية، أنا بأقوم بكل شيء، أنت ما عليك إلا أنك تنجز لي إقامة أو غيرها وتبقى، وبالتالي هو ما يدري. الحقيقة أن أبنائنا وأخواننا الشباب، أنا أقول لو دلفوا إلى السوق لوجدوا الذهب. أنا كنت قبل ما أدخل الاستديو كنت أتكلم مع أحد الأخوان في الإنتاج، كان يقول لي أنه يعرف أحد الزملاء ذهب إلى السوق الصناعية وتحول، يعني يقول ما مرت عليه إلا هو الآن يفكر في يعني تفريغ نفسه كاملا للعمل الخاص. وجد يقول وجدت كنز كبير جدا في قطاع الصناعة مثلا. هو استاذ مرعي خلينا نكون يعني صادقين مع انفسنا، كل القطاعات كنز، كل نعم. القطاعات كنز نعم. يعني نعم. احنا عندنا ثقافه، خلينا نتكلم استاذ مرعي على موضوع الثقافه حقه المواطن. احنا ما احنا ضد المواطن اكيد، ولكن نعم. احنا لا لا لا. نقولها بمصداقيه. يعني احنا مشكلتنا الان المواطن عدد يعني نسبه كبيره جدا ما يبغى قطاع خاص، ما يبغى وظيفة خاصة فيه، ما يبغى تجارة خاصة فيه، يبغى وظيفة حكومية. والمشكلة انه لما تجي تسأله تقول له ايش الوظيفة الحكومية يقول لك امان وظيفي. ما هو كل شيء فيه امان وظيفي، والامان بيد رب العالمين سبحانه. نعم نعم. فيعني في شيء غريب بصراحة. بس خلينا الآن أستاذ مرعي من موضوع ثقافة المواطن، خلينا نتكلم على السؤال أستاذ محمد اللي طرحه تركي التركي زميلنا في التقرير لما قال أين دور الرقابة؟ كذا انتهى التقرير. خلينا نجاوب على هذا السؤال، وين دور الرقابة؟ فهمنا أنه في تستر تجاري، فهمنا أنه هو ظاهرة قاعدة تاكل في المجتمع، فهمنا أنه هو سم أو هو سرطان في المجتمع، هذه كلها فهمناها وفهمنا الأسباب وفهمنا كل شيء، ولكن وين دور الرقابة؟ تكلمنا عن الضلع الأول وهو المواطن للمربع اللي تكلمنا عنه في بداية الحلقة. الآن نجد وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة التجارة، وين دور الرقابة؟ طب
طبعا ما نبغى نحط كل اللوم على المواطن، المواطن سبب رئيسي اللي هو متستر للاسف. هذا السبب الرئيسي، لكن ايضا اذا ما كان في عقوبات وفي انظمه ولوائح صارمه وتطبق لن يرتدع. وفي كثير من يعني كثير من انحاء العالم الناس والله ما تطبق بس الاجل والله انه اخلاقيا ولا، لان للاسف في كثير ناس اذا ما في شيء صارم او عقوبه ما راح يلتزم. فانت تقول وين الرقابه؟ الرقابه هي مثلث بين جهات حكوميه، وزاره التجاره، وزاره العمل، وزاره الداخليه. طبعا وزاره التجاره مشكورين يعطيهم العافيه، جهودهم يعني واضحه وملموسه خصوصا في الايام الاخيره هذه. نشوف الربع الاول من السنه هذه الان في 300 حاله ضبطت وحيلت الى هيئه التحقيق والدعم العام. وعشان نكون صريحين برضو، لان ترى في امور قانونيه لوزاره التجاره يعني ما يقدرون والله تعال نمسك هذا اليوم ونعرف انه متستر، ولازم في اجراءات قانونيه تاخذ وقت، تروح للادعاء العام ومحاكم وديوان المظالم الى ان يعني تصدر بحقهم العقوبات. مين الجهه المسؤوله؟ أنا أرجع خليني بس استاذن احمد اسالك سؤال، مين الجهه المسؤوله عن الرقابه على عمليه التستر الرئيسيه؟ هي المفروض الان نظام وزاره التجاره، وفيه اداره مكافحه التستر التجاري بالوزاره. وزاره التجاره؟ وزاره التجاره نعم، في اداره مستقله في وزاره التجاره اسمها اداره مكافحه التستر، ويعملون وجهودهم مثل ما ذكرت يعني مشكوره وملموسه. وفي الربع الاول من السنه هذه يعني ما شاء الله مسكوا 300 حاله وحيلت الان الى هيئه التحقيق والدعم. ونشاهد في الاعلام في الجرائد كل فتره يعني اعلانات تشهير بناس متسترين ومتستر عليهم. فانا ارجع للاخ بندر قال هو ان المنشات الصغيره والمتوسطه هي البوابه للمتسترين هؤلاء. نعم انا اتفق معاه، مع انه في بعض وهي عدد قليل ممكن من الشركات ممكن المتوسطه او الكبيره او مكاتب هندسيه او مكاتب محاسبين او اللي اخره، في برضه للاسف متستر عليهم. فاحنا الان انشات هي هيئه المنشات الصغيره والمتوسطه وهي تحت اللي يرأس مجلس إدارة وزير التجارة الدكتور توفيق الله يسلمه. والدكتور توفيق نعرف نشاطه ونعرف عمله وتفانيه. أتمنى من هذه الهيئة يعني أنها تفرق بين صاحب المنشأة الصغير الحقيقي اللي يعمل وجاي يبني له مسار عمل وراح إن شاء الله يكون يوظف ناس، لأنه لنفرض لو جانا مليون منشأة وطنية حقيقية ووظفت فقط 4 موظفين وكلهم مواطنين وفرنا 4 مليون وظيفة. وإحنا الآن عندنا البطالة راح تكون يعني هم مؤرق وطني. بعد سنوات قليلة بيجينا سيل عارم من الشباب اللي يحتاج وظائف. ومستحيل إننا نرضى ونبقى نخلي هؤلاء يلعبون في اقتصادنا وبعد 5 سنوات تجينا للكوارث ولا نقدر نحلها أو نبغى نحلها في يوم وليلة. فيجب أن نتحرك من الآن، يصير في خطة فأنا لما أجي أتكلم أقول لازم نفلتر هالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعطى امتيازات. والوزارة ممكن يعني ما هي عملية سهلة ولا يمكن نناقشها الآن في برنامج في نصف ساعة أو ساعة، ولكن في آليات كثيرة وأعتقد لو قيمت لها ورش عمل بين أصحاب الأعمال والتجار والجهات المسؤولة سواء من بنوك، من وزارة عمل، من إلى آخره، فيكون عندنا يعني طريقة معينة نقدر نميز بين أصحاب المنشآت الصغيرة الحقيقيين اللي يجب أن نعطيهم والله نجمة معينة ولا علامة مميزة تكون لهم تسهيلات، واللي غير منضبطين هذول ونسميهم متسترين خليهم بدون هالامتيازات ونبدا نضيق عليهم. هذه يعني احد الطرق اللي انا اعتقد راح تحفز الشباب السعودي انه نهيئ له بيئه، لان ما نبغى نلوم والله نقول المواطن هو السبب وهو. طب سؤال، اذا ما هيئنا له بيئه صالحه للعمل بيضايقونها العالم اللي طيب موجود. اسمح لي اسالك استاذ محمد، يعني تعرف ايش العقوبات على موضوع التستر التجاري؟ عقوبات كبيره، سجن وغرامه مليون مليونين وشطب السجل لمدة 5 سنوات ما يمارس عمل، فالعقوبة صارمة لكن ما تطبق إلا على عدد محدود، يعني 300 من بداية السنة. وخلنا نكون صريحين مرة أخرى أخوي عزام، يعني نبدأ بقطاعات معينة، ما نجي نقول والله بنقفل الاقتصاد كله ولا بنسعودك كله ولا بنمسح التستر في يوم وليلة. يعني خلنا نتكلم بكل صراحة، الآن لو جينا قلنا الحلاقين بنسعودهم 100% ولا بنمنع التستر، هل يوجد حلاقين يغطون السوق كله كامل الآن سعوديين؟ لا طبعا، يعني نضحك على انفسنا. اي ما في مشكله، احنا استاذ محمد احنا آلية معينه انه العامل هذا يسجل مع صاحب المؤسسه في تشارك له عموله لشيء نقننها، تصير على الاقل قانونيه بالضبط، ولا نخليهم من تحت لتحت واحنا نضحك على انفسنا ونقول صح والتستر ما زال موجود. صح استاذ بندر، عملية العقوبات الصارمة على المتسترين وغير، طبعا احنا ما نتكلم عن المواطن اللي يمسك شغله، اللي ماسك شغله هذا بالعكس احنا نشد على يده ونقول يعطيك العافية انت قاعد تنمي اقتصاد بلدك وتنمي اقتصادك الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا، لكن المتستر العقوبات اللي عليه هل تجد فعلا انها صارمة ومطبقة؟ ترى السؤال شقين، صارمة ومطبقة. احنا متفقين تماما ان اللوائح والأنظمة صارمة
لكن طيب. غير مطبقة. يعني صارمة فهمناها لكنها غير مطبقة. كانت عندنا تجربة مميزة جدا. سم. اي نعم صارمة لكن غير مطبقة. سم. لكن للتوضيح ان وزارة التجارة منفردة لن تستطيع حل المشكلة هذه. احنا لدينا تجربة مميزة في عام 2014. كانت هذه التجربة في عملية تصحيح اللي حدثت. كانت مرعبة جدا لكل المخالفين. كان التصحيح كانت الحملات التفتيش تتم فرق مثالا مثلا في الخبر المخالفين في منطقة الدمام مثلا يصحون أوضاعهم. فاحنا عندنا يعني في حال تكاتف وتضافر الجهود من الوزارات المعنية، وأنا أقصد وزارة التجارة بمعية وزارة الداخلية وكذلك وزارة العمل، ممكن تنتهي ظاهرة التستر. لكن للعلم خلينا نتخيل عفوا لو تم إغلاق جميع المنشآت اللي فيها تستر بشكل مباشر، راح تحدث أزمة معينة في عدم توفر مثلا بقالات معينة أو صوالين أو ورش إلى آخره. المفترض عملية الرقابة أو تطبيق العقوبات يتزامن مع عملية إحلال، وهي زيادة جاذبية هذه الوظائف للسعوديين. فكل ما زادت جاذبيتها أقبل عليها السعودي. إذا أقبل عليها السعودي سهل جدا أنت تطبق النظام وتحل السعودي مكان الغير سعودي. بالنسبة لأرقام التحويلات اللي ذكرتوها قبل شوي، الرقم الأخير اللي صدر 151 مليار في السنة. يعني بمعدل يوميا يتم تحويل من المملكة 416 مليون. يعني تخيل خلال الساعة اللي يذاع فيها البرنامج الآن تم خروج 16 مليون ريال. يا سلام. في اختبار بسيط أو اقتراح ممكن لكل متستر يعمله. تخيل الآن لو أقرت وزارة التجارة أو الجهة المعنية بإيقاف التعامل بالنقد بالمؤسسات الصغيرة تماما، نوقف التعامل بالنقد، كل بقالة، كل حلاق أو صالون، كل ورشة، ما في أي نقد، كلها بوسائل نقاط البيع. سيتفاجأ كل متستر بالأرقام اللي دخلت في حساباته، فبالتالي بيراجع كل حساباته في عملية التستر ويبطل يصير متستر. استاذ محمد المفترض نقطة هذه انه تضبط فعلا نتفق مع الاخ بندر انه لو ضبط عملية النقد او الكاش عن طريق البطاقات. الان البنوك بدأت ببرنامج مدى اللي هو البطاقات. لكن للأسف البنوك تناظر مصلحتها فقط، خلينا نكون صريحين. إيه حل مشكلة التستر هو وزارة عمل، وزارة التجارة، الداخلية والمواطن. احنا لما تجي مدى الان وتاخذ على كل تاجر 8 من 1000، التاجر المنضبط ما عاد يبغى يستخدم البطاقه، لان اصبح البنك يشارك في رزقه في حلاله. وللاسف التجار الكبار او اللي لهم يد ولهم قوه على البنوك ياخذون نسب اقل، بدال 8 ياخذ 4، ياخذ 3، ياخذ 5، والاصحاب المحلات الصغيره. فاحنا يجب ان يكون مؤسسه النقد والجهات المشرعه يجب ان يعني تحط في اعتبارها لما يجي يطبق اشياء زي كذا، تقنن الأشياء هذه، ما تعطي الصلاحيات الكاملة للبنوك أنها تفرض نسب اللي بس تدخل لها الأرباح، وتضع التجار الصغار والمتوسطين هم اللي يدفعون الثمن هذا. ونفس الشيء مع حماية الأجور الآن، برنامج جيد وجميل ويضبط حقوق العاملين ويضبط أيضا المنشآت المنضبطة واللي تدفع الرواتب في وقتها. لكن تجي الآن أنا عندي مؤسسة والله فيها 50 موظف، يفرض علي البنك بس عشان أشترك في حماية الأجور 9,000 10,000 ريال، وعشان أحول من نفس الحساب لنفس الحساب 7 ريال كل شهر. أنا حسبت حسبة بس بسيطة، هذه تكلفك تقريبا 15,000 ريال. طيب يعني إذا من هنا بتصير وبتصير، وبكرة يجي يلومون أصحاب الأعمال ولا أصحاب المحلات ليش ارتفعت الأسعار. ففي بعض الجهات للأسف تستغل الظروف هذه وتناظر فقط مصلحتها. مؤسسة النقد وينها؟ والله لا أعلم، وحنا طالبنا في اللجنة التجارية وللأسف ما حد سمع لنا. يعني أنا طالب من هذا المنبر، مؤسسة النقد تسمعوا لنا. يعني 8 من 1000، 8 من 1000. يعني تخيل الأشياء هذه، أصبح أنا أعرف يعني حالات في السوق بعض أصحاب المحلات يعني يحاول أنه يبعد عن استخدام البطاقات هذه، وهم ناس مضبوطين وليسوا متسترين ولا. خلينا نسمع رأي وزارة العمل. معانا الأستاذ خالد أبو الخير المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل. الأستاذ خالد حياك الله ومسك بالخير. مسك الله بالخير ومساء الخير للمشاهدين وضيفك الكريم. متابعنا ولا نعطيك وش تكلمنا عنه؟ والله أنا برا إذا سمحت.
هو الآن وإحنا وصلنا في النقاش طبعا تكلمنا عن التستر، تكلمنا عن أنه ظاهرة يعني قاعدة تنهش في البلد، تكلمنا عن أنه وزارة التجارة لها دور، وكذلك وزارة الداخلية، وتكلمنا عن أنه وزارة العمل وكذلك المواطن. إحنا ذكرنا أنه هي مربع المواطن والداخلية والعمل والتجارة. إيش رأيك في هذا العملية؟ والله طبعا هو معروف أنه يعني التستر فعلا موجود والآن بالنسبة ما يتعلق في وزارة العمل لدينا الآن توجه لقصر النشاط كثير من المهن على السعوديين. طبعا أعداد المنشآت الصغيرة اللي فيها تستر يمكن تصل إلى حوالي 1,000,000 منشأة صغيرة جدا متناهية الصغر، مثل المحلات زي ما ذكرتك الآن والموضوع اللي صاير في قطاع التوطين. فطبعا هي التستر احنا هدفنا من مثلا اطلاق برنامج التوطين الموجه هذا اللي حيكون مع امارات المناطق وحيكون مع الجهات الحكوميه. هو جزء من يعني من اهميه هذا البرنامج انه يقضي على التستر التجاري في كثير من المهن، ومعنا كما تعلم يعني في القرارات معنا ايضا وزاره التجاره هي شريك معنا في عدد من القرارات وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة. طيب أستاذ خالد، يعني ضيوفي هنا قالوا أن في قوانين صارمة ولكنها غير مطبقة، وش ردك على هذا الرأي؟ إحنا ما يتعلق طبعا ما يتعلق في وزارة العمل إحنا نطبق جميع المواد المخالفة. طبعا التستر هو يحصل أنه يعني يكون صاحب أو يملك المنشأة هو الوافد مثلا وبالتالي يكون يعني بموافقة صاحب العمل على أنه يدير هذا العمل مقابل أجر معين. فبالتالي اللي حاصل أنه فعلا الوزارة تتجه إلى قصر كثير من المهن في هذه الوظائف. هي الوظائف طبعا مدرة ماليا ومهمة جدا للاقتصاد الوطني. فبالتالي زي ما ذكرت لك احنا نعمل على اننا نطبق كافه ما يتعلق في نظام العمل، ومنها مثلا ترحيل الوافد اذا كان مثلا يعمل يعني في غير وظيفته اللي يعني استخدم من اجلها، وايضا اذا كان يعمل لحساب شخص اخر غير اللي صاحب العمل اللي هو ايضا استخدمه. طيب جميل أستاذ خالد، الله يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا لك على مداخلتك معنا اليوم. شكرا أستاذ بندر. يعني سمعت ما قاله المتحدث باسم وزارة العمل الأستاذ خالد أبو الخيل، سمعت ما قاله ضيفي هنا أستاذ محمد العجلان، تعليقك على كل اللي قاعد يدور الآن؟ بشكل عام المواطن دائما ما تردد عبارة المواطن هو رجل الأمن الأول، يجب أن يكون فعلا المواطن رجل الأمن الأول، مش في الحوادث المرورية أو الجنائية وإلى آخره، في كل شيء. عدد العاطلين عن العمل الذكور في المملكة تقريبا 250 ألف عاطل، منهم الراغبين والقادرين على العمل. اللي يعملون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أعلى من هذا الرقم. فأعتقد أنه مشكلة البطالة للذكور بالتحديد قد تجد انفراجا كبيرا في حل مشكلة التستر. إحنا ما نقدر نعتب على مغترب أو شخص أجنبي وصل للبلد وفي شخص تواطأ معه مثلا متستر وفتح له المجال قال له اشتغل. يعني المفترض أنه المواطن يكون هو رجل الأمن الأول للحد من هذه الظاهرة، لكن المسألة محتاجة خطين متوازيين نمشي عليهم. الجانب الأول زيادة جاذبية هذه الوظائف. وزارة العمل الآن زي ما عملت بالضبط في سوق الهواتف المحمولة والجوالات عملوا برنامج بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني. جميل. في 30,000 سعودي قدم وسجل في هذه البرامج، فبالتالي هذا جزء من الحلول. لو تم تطبيق هذه الخطة بنجاح وتم تطبيقها على القطاعات الأخرى جزء كبير من هذه المشكلة ستنفرج. طبعا جميل. لا نعتقد أبدا أنه التستر التجاري سيحل في يوم وليلة أو في شهر أو يمكن حتى سنة، لا أبداً، الموضوع أكبر من كذا. نضع خطط قصيرة الأمد متوسطة وطويلة بناء على ما تم مناقشته ويتم متابعتها بكل حزم وصرامة. جميل. طبعاً الأستاذ خالد السليمان الكاتب الصحفي ينضم إلينا عبر الهاتف مشاهدينا الأعزاء. أستاذ خالد مساك الله معنا. مساك الله بالخير على ضيفك الكرام.
يا اهلا وسهلا. قاعدين نتكلم عن التستر التجاري وقاعدين نتكلم على هذه الآفة والسرطان الكبير اللي قاعد الآن يعني يضر المجتمع سواء كان اقتصاديا في ما يتعلق بالبطالة سواء كان امنيا، يعني النواحي كثيرة يا استاذ خالد، يعني انت ايش رايك بالموضوع؟ شوف يعني انا اعتقد انه احنا يجب نستفيد من تجربة الغرب. طيب خلينا نتكلم في نقطتين أساسية. الأول اللي هو وعي المواطن بأنه مصلحته الشخصية يجب ألا تتجاوز على مصلحة الوطن بحكاية أنه والله يستقدم أشخاص ويعملون باسمه أو أنه يتاجر بالتأشيرات. الشيء الثاني في الغرب أو في الدول الأخرى المتقدمة وجدوا حلول لهذه المشاكل. أنا لما أروح للغرب وأروح لأوروبا بشوف كل اللي يشتغلون في نفس الوظائف اللي احنا بنشتكي من الاجانب يشتغلون فيها، ايضا في امريكا وفي اوروبا ايضا اللي يشتغلون فيها كلهم اجانب. لكن ايش الحل اللي اوجدوه هناك؟ انك انت كاجنبي تعمل في هذا البلد، ما هي التزاماتك تجاه هذا البلد؟ اولا انت بتدفع ضريبه. الشيء الثاني التحويلات في تلك الدول ليست مثل ما هي عندنا مفتوحه على يعني الباب المشرع، يجب انك تدفع ضرائب تحويل، وفي بعض الدول حتى انك ما تستطيع انك تحول أكثر من نسبة محددة من الأموال للتجنية بحيث أنك أنت تعيد تدوير هذه الأموال داخل البلد. صح. إحنا مشكلتنا في العمالة الأجنبية اللي تعمل في المملكة أنه حجم التحويلات اللي تتحول للخارج، وهذه كلها أموال وسيولة نقدية وأموال أجنبية، يعني نقد أجنبي قاعد يتحول للخارج، وبالتالي هو لا يخدم الاقتصاد السعودي، بالعكس يضر الاقتصاد السعودي. أنا أعتقد أنه إذا وصلنا إلى قناعة أنه إحنا كيف نفرض قيود على التحويلات الخارجية، كيف نفرض ضرائب على ممارسة الأنشطة التجارية، تقتنع من أنه هذا الأجنبي راح يكون عنصر إيجابي ويدعم اقتصاد البلد بدلا ما أنه أصبح أشبه بمن يستنزف اقتصاد البلد. طيب أستاذ خالد، أنت إيش تعليقك على موضوع أنه في قوانين صارمة من وزارة التجارة الداخلية العمل ولكن هذه القوانين غير مطبقة تطبيق يعني 100%؟ ولن تطبق وأتمنى ألا تطبق، لأنه حيلة العاجز أنك تمنع الشيء، الشيء اللي ما تقدر أنت تتعامل معه تروح تمنعه. أنا ماني قادر أسيطر على سوق البقالات أروح أمنع الأجانب يشتغلون فيها، أنا ماني قادر أسيطر على سوق الخضار راح تساعد، وفي النهاية أيضا أنت ما أنت قادر تساعد، لأنه أصلا أبناء البلد يعني لن يملأوا الفراغ اللي راح يتركونه هؤلاء الأجانب. وليس أصلا مفروض أنه ابن البلد والله عشان أقول أنا ما عندي بطالة أنه يعمل في كل وظيفة متاحة سواء كانت بائع خضار أو بائع جوالات. يعني حتى بالمنطق أنت عندك قطاع الاتصالات، كيف حتخلي كل إنسان سعودي يعمل فيه بدون ما يكون مؤهل للصيانة للأشياء هذه؟ يعني المسألة لأنهم هم ما هم قادرين يسيطرون عليها، ما هم قادرين يفرضون القيود اللازمة، راحوا قالوا والله يمنع على أساس أن احنا نسيطر على نسبة الأجانب في البلد. طيب ما أنت اللي فاتحها لهم، يعني الأجنبي هذا اللي جاء واشتغل في شركات الاتصالات أو في البقالات أو اشتغل في بيع الخضار أو هو اللي يسوق الليموزين، يعني هل هذا هبط من السماء أو جاء والله تهريب؟ أبدا، هو جاء بتأشيرة عبر المطار وطلع عنده إقامة نظامية. يعني أنت ما أنت قادر أنك تضبط وضع هذا الأجنبي في البلد يعمل وفق الأنظمة، ما أنت قادر تسيطر على الكفيل اللي جابه وأطلقه في الشارع. في الحالة هذه أنت 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 يعني لجوءك لمنعه من العمل في القطاع الفلاني والفلاني، هذا أنا أعتبره حيلة العاجز. جميل، الله يعطيك العافية أستاذ خالد على مشاركتك معنا، شكرا جزيلا، يعطيك العافية. أستاذ مرعي، على عجالة قبل طبعا نختم هذه الفقرة، فريق الإعداد قام بعمل استفتاء على تويتر، بودي أنك تعلق على نتيجته. كان الاستفتاء هو كيف نستطيع القضاء على ظاهرة التستر التجاري في المملكة؟ طبعا كانت الإجابات ثلاثة، الأولى بزيادة الوعي، الثانية بالعقوبات الصارمة، أو الثالثة كلاهما الخيار الألف وباء. النسبة كانت 7% بزيادة التوعية، 36% بالقوانين الصارمة، و 58% بأنه كلاهما توعية وقوانين. إيش تعليقك؟ والله أنت قلت قبل شوية يعني إحنا ما إحنا ضد المواطن، فعلا إحنا جزء من التوعية. يعني لما في الإعلام ويتحدثوا أو منبر المسجد أو يعني جهات، لأن التوعية بتكون جزء جيد من الحل. أنا أرى الحقيقة إن يعني التوعية التدريجية حتى يفهم المواطن ان الهدف هو مصلحته، وان وفي الحقيقه ان المملكه العربيه السعوديه نسبه الشباب عاليه جدا فيها، اعتقد انها تعدت او وصلت الى حدود 70%، ويستفيدون من يعني
هذا الاقتصاد بدءا بأي محل تجاري أي شيء جميل. تجارة جميل. لكن التوعية خلال سواء الإعلام المقري أو المسموع أو المرئي الإعلانات ثم أيضا تكون يعني القوانين الصارمة هي آخر الحل الحلول. طيب جميل أستاذ مرعي الله يعطيك العافية. أنا أعتذر على المقاطعة ولكن الوقت عندي ضيق. الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا اليوم. وكذلك طبعا الشكر موصول للأستاذ بندر سفير. طبعا أستاذ محمد يعني على عجالة احنا شفنا الاستفتاء 30 ثانية بس علق لي عليه. طبعا الوعي ومع الـ مع القوانين الصارمة المطبقة تحديدا. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد ويعطيك ألف عافية. طبعا مشاهدينا ليلة البارحة ازدادت العاصمة الرياض جمالا وذلك بحفل الزواج الجماعي الذي أقيم تحت رعاية أمير منطقة الرياض وكان الاستديو الإخباري تواجد وتغطية لهذا الحفل الجميل. فلنشاهد معا هذا التقرير. برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، احتفلت جمعية الإعاقة الحركية حركية بزفاف 220 شابا وشابة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض. الحفل استهل بآيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس ناصر المطوع الذي شدد على أهمية الوقوف مع ذوي القدرات الخارقة كما أطلق عليهم في كلمته. يفتقد المعاق أكثر ما يفتقد الونس، وأيضا المعين يحتاج من يدف عربيته، من يقود سيارته، من يطبخ له، من كذا. فالزواج بالنسبة له مهم جدا، وفي الدرجة الأولى مرة أخرى أقول الونس، أن الوحدة قاتلة وانشغال الناس عنه، فإنه في أمس الحاجة إلى زوجة، والزوج أيضا محتاجة إلى زوج. عقب ذلك كلمة ألقاها سفير الجمعية محمد الشريف، انطلقت بعدها رقصات من الفلكلور الشعبي المتنوع من مناطق المملكة بمشاركة العرسان الجدد. فرسان الليلة لم يخفوا سعادتهم في ليلة عمرهم ولم ينسوا دور الجمعية البارز في إنجاح الزفاف. الله يبارك بعمرك، شعورنا لا يوصف، شعور عريس الحمد لله. شكرك الجمعية ما قصروا معنا بالسكن بالدعم بكل شيء لا يوصف، أسأل الله يوفقهم ويجزاهم كل خير. أي والله يحفظك. وفي ختام اليوم كرم الأمير فيصل الرعاة المشاركين والداعمين للزفاف والتقط لسموه صورة تذكارية مع المحتفى بهم الذين قابلوا الأميرة بابتسامة لسان حالها يقول شكرا لكم، صنعتم البسمة وأدخلتم الفرح على قلوبنا. تركي حبتر الإخبارية الرياض. طبعا حفل جميل وطبعا يفرحنا كلنا مثل هذه المناسبات تفرحنا كثير. رحب بضيوفي مشاهدينا الاعزاء هنا في استوديو الاخباريه الاستاذ ماجد السريع مدير العلاقات العامه والاعلام في الجمعيه الحركيه. حياك الله استاذ ماجد. الله يحييك. مسؤول العلاقات العامه في الجمعيه مدير العلاقات العامه الاستاذ عبد المحسن القشعمي. ابد كلكم طال عمرك عينين في راس يا بعد راسي. وكذلك طبعا نرحب بعريسنا، نرحب طبعا بعريسنا وطبعا الف الف مبروك اخونا عدنان الخشرمي. حياك الله طال عمرك حياتك ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيكم جميعا ان شاء الله. استاذ ماجد يعني نبدا بانه طبعا احنا ما نبغى نسال على الشعور لان بنحرقها من البدايه فودنا ناجلها شوي. استاذ ماجد يعني كيف كانت الاحتفاليه الجميله اللي كانت امس؟ اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اشكرك على حسن الاستضافه، الله يعطيكم الصحه والعافيه، وانتم منبر للقناه الاخباريه اللي يعني منكم نرسل رسالتنا للمجتمع. طبعا امس اقيم حفل الزواج السادس لجمعيه الاعاقه الحركيه الكبار. طبعا كان عندنا 110 من العرسان طبعا كلهم من ذوي الإعاقة، طبعا بحضور الرئيس الفخري لجمعية الإعاقة الحركية هو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر حفظه الله، طبعا راعى الحفل وبحضور أصحاب السمو والأمراء الأمير محمد بن سعود ومجموعة من
المشايخ ورجال الأعمال. طبعا جمعية الإعاقة الحركية الكبار طبعا هي جمعية أسست عام 1428 وتم وبرنامج الزواج من عدة برامج متسلسلة في الجمعية. طبعا برامج الجمعية تهتم بدمج المعاق في المجتمع. طبعا البرامج اللي تدمج المعاق في المجتمع منها الزواج، منها برنامج ذرية، عدة برامج متسلسلة. طبعا الجمعية زوجت أكثر من ما يقارب من 1100 عريس طبعا طيلة الست سنوات اللي فاتت. طبعا أمس صار الزواج عندنا طبعا بالعرسان وبالفرسان. وطبعا الرسالة اللي توجهها الجمعية طبعا يوجهونها لأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج هذا، أن المعاق قادر، أن مستطيع أن يتزوج، مستطيع أن يكون أسرة، مستطيع يمارس حياته بالشكل الطبيعي طبعا بالادوات المساعده اللي تساعد على الشيء هذا. طبعا عندنا طبعا الزواج يقيم طبعا في مركز الملك فهد الثقافي بدعم ورعايه طبعا من امير المنطقه ومن حكومتنا الرشيده طبعا، ومن المهندس رئيس مجلس ادارتنا المهندس ناصر المطوع. طبعا هو وراء العمل الجبار هذا كله. طبعا هذا عمل يعتبر يعني جبار، ووراءه رجالات طبعا من رجالات البلد طبعا يدعموننا ماديا ومعنويا، وهذا اللي نحتاجه احنا كذوي اعاقه ومن زملائنا طبعا في المجتمع. الله يعطيك الصحه ويبارك فيك ويحفظك. اخوي عدنان، وشعورك انت طبعا امس العريس؟ والله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وكل شيء. الشعور الاول والاجمل انه احتواء المجتمع، مش شعور مجزأ لي أنا خاصة. الشعور إنه يعني تحس إن المجتمع ينبض باللي حوله، وهو هنا الأثمن والأجمل. جميل. لكن بالنسبة لشعوري أنا كأي شعور أي إنسان يفرح في حياته، الحمد لله لقينا الراية الجميلة من اللي حولنا، نتمنى من المجتمع الوقوف مع حركية وإدارتها القيمة، ونشكر صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن بندر الراعي الأب اللي يعني الحاني لجميع الظروف اللي حوله من ناحية الجمعية. فنتمنى من جميع مجتمعنا الغالي الدعم الحقيقي لنا في كل يعني أشياء اللي تخص حركية أو تخص ذوي الاحتياجات الخاصة. أنت ذكرت كلمة الدعم مرتين أخوي عدنان. تم. هي مهمة وأنا عارف، كذلك ذكرها طبعا أستاذي ماجد. وش اللي ناقصكم؟ وش اللي ينقصكم؟ يعني ما في شيء ناقص. أنا أشوف إنه طبعًا أنتم يعني نظرة المجتمع لكم بأنكم أنتم لا تختلفون عن أحد أبدًا، وهذا هذا الحقيقة صحيح. وهذا المنطق، وأنتم صحيح. مننا وفينا، وإحنا منكم وفيكم، يعني إحنا لا نختلف على هذا الموضوع. إحنا كلنا أفراد لهذا المجتمع دون أي تصنيف. صحيح. ولكن النقطة يعني أنت ذكرت كلمة الدعم مرتين. وش اللي ينقصكم؟ ينقصنا بالنسبة لدعم الدولة، الدولة محتويتنا طول الله كمجتمع إن شاء الله. كمجتمع ما نبغى التجزيء كأننا منفردين في المجتمع. نبغى مثلا الاحتواء من جميع الناس اللي هم مثلا دخل مالي ويكونوا محتوين ذوي الاحتياجات بمساعدة الجمعية بإدارتها. يعني ما يكون الضغط كله على نفس إدارة جمعية الحركية. يعني إذا جاء الدعم مجزأ هيكون أقوى أثمن. أخوي عدنان أنت موظف؟ أنا والله ما يعني كموظف حكومي، من موظف حكومي؟ موظف قطاع خاص. لكن موظف الحمد لله. جميل. يعني يعني هذا يثبت بأنه نعم الحمد لله أنا فنان تشكيلي الحمد لله، لي 34 معرض الحمد لله مشارك فيه، معرض واحد دولي الحمد لله ما شاء الله رب العالمين. انت من الناس اللي احنا نفخر فيك. الله يعزك. الله يطول في عمرك. وهذا الحقيقه التي يعني لا تحجب الشمس بغربال، انت من المشاهد اللي الواحد يقول الله يعطيك الصحه. الله يطول في عمركم ان شاء الله. نفخر فيك سواء دعمكم بحسكم. الله يعطيك الصحه. الله يطول في عمرك. طبعا استاذ ماجد الان ارجع لك في عمليه انه انت طبعا احد المسؤولين في اداره العلاقات العامه والاعلام في الجمعيه. الجمعيه سوت مشاريع كثيره، وانت ذكرت انه يعني الزواج الجماعي هو احد المشاريع، وهذا طبعا سادس نسخه له. نعم سادس نسخه صحيح. ايش المشاريع المختلفه اللي عندكم في الجمعيه؟ طبعا احنا عندنا في الجمعية طبعا المشاريع، عندنا برنامج طبعا هي برامج متسلسلة. الجمعية طبعا أسسوها أشخاص من ذوي الإعاقة، وتبناها المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس إدارة حاليا طبعا. أسست من قبل الأشخاص المعاقين، احتياجهم إيش يحتاجون، إيش يحتاج الشخص المعاق لاندماجه في المجتمع. من حيث أول برنامج أسسوه الملتقى الشهري. الملتقى الشهري يجمع ما بين الأخوان من ذوي الإعاقة طبعا حديثي الإصابة، بحكم عندنا في المملكة العربية السعودية أعلى نسبة إعاقة
يعني عندنا فئة الشباب نسبة 70% من الحوادث، يعني إصابات الحوادث، عندك 18 حالة إعاقة يوميا في الإحصائية الأخيرة لأحد البرامج. طبعا أنت لما تتكلم عن النسبة هذا، لما يجيك شخص مصاب عمر 15-16 سنة ما يرجع يمارس حياته الطبيعية بشكل طبيعي، ما يرجع يكمل دراسته، ما يرجع يتوظف، ما يتزوج، ما يكون الأسرة، ما بيكون عالة على المجتمع وعالة على الدولة وعالة على أسرته وعلى أهل. أما إذا انطلق في الحياة، يعني سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، الآن نستطيع نمارس حياتنا بشكل طبيعي، سيارة تقدر تجهزها، تقدر تمارس حياتك، تقدر أنك تكون لك أسرة، تتوظف، تمارس حياتك الطبيعية. ودولتنا يعني من يعني دولتنا دولة مباركة، يعني رعتنا وهيئت لنا جميع ما نحتاج. يعني عندنا الدولة تصرف الأجهزة التعويضية الخاصة بنا كمعاق المواطن من المملكة. على طاري دعم الدولة أستاذ ماجد، وأنا أعتذر على المقاطعة، ولكن كيف دور وزارة الشؤون الاجتماعية معاكم؟ طبعا وزارة الشؤون الاجتماعية طبعا عندها خدمات تقدم لنا كمعاقين. أنت لما تتكلم على الأجهزة التعويضية طبعا في بعض القصور وبعض يعني بحكم يعني كثير من الزملاء ما يعرف إيش حقوقه في الدولة في الوزارة. طبعا الدولة مخصصة وزارة الشؤون الاجتماعية معنية بنا كمعاقين، تأملنا جميع احتياجاتنا وجميع ما نحتاجه من أدوات مساعدة. طبعا هناك بعض القصور البسيط، بس الآن في التطور، يعني مع الدكتور ماجد الله يعطيه الصحة وزير الشؤون الاجتماعية، يعني على تطوير الشيء. في نقلة حسيتها خلال الفترة والله الماضية؟ في نعم نقلة، طبعا آخرها الشيكات لأكثر من 5000 مستفيد. طبعا سيارات، بدال السيارات عوض بشيكات، والآن في الدفعة القادمة يعملون عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، وحسينا بتغير، يعني تغير لا بأس. إيش تبغون من وزارة الشؤون الاجتماعية؟ طبعا حنا كمعاقين نحتاج إلى هيئة تكون مستقلة لنا كمعاقين. حنا يعني أنت لما تتكلم عن هيئة، طبعا عندنا في جمعية الإعاقة الحركية الكبار دور الجمعية يقتصر في بعض الخدمات تقدم. طبعا احنا تقدم خدمة برنامج توظيف، برنامج الملتقى الشهري، برنامج الزواج، برنامج ذرية بعد الزواج المصاحب، يعني برامج عدة. بس طبعا إذا كان لك هيئة مستقلة طبعا تبع وزارة الشؤون الاجتماعية أو تبع الديوان الملكي تعتني بالخدمات المقدمة للمعاقين في الدولة. ليش طلبت بهيئة؟ يعني وزارة الشؤون الاجتماعية ما هي كافية دورها؟ لا أنا من وجهة نظر كثير من الزملاء، وزارة الشؤون الاجتماعية عندها يعني تقدم الخدمات الكثيرة لجميع فئات المجتمع. أنت تتكلم من عن باب التخصيص يعني؟ نعم تخصيص، تكون هيئة مستقلة بنك، لأن أبغى أعرف حقي. أنا أعرف حقي والثاني يعرف، بس في كثير من زملائنا في المناطق النائية، في كثير من زملائنا مثل من المصابين بالإعاقات يتشتت بين الوزارات. حنا الحكومة يدها الله عندنا أنظمة وعندنا، بس مشكلتنا في الشتات بين الوزارات. أنت لما شخص تجيه مشكلة في إدارة التعليم وين يروح لوزارة التعليم؟ حنا نبغى جهة خلاص، أنا كشخص مصاب معاق حصلت المشكلة أروح للهيئة مستقلة هذه تحل مشكلتي إلى أرجع للوضع الطبيعي. جميل. إلى أمارس حياتي بالشكل الطبيعي. هذه فكرة من أجمل الأفكار بأمان، أنها تكون هيئة متخصصة مساعدة لكم، وأنتم طبعا يعني طرف من أطراف المجتمع المهم جدا. يعني يا أخوي عدنان، يعني أنا مشاعر الفرح موجودة، وأنت طبعا فنان إن شاء الله. تكلمني عن مجالك الفني. مجال الفني، فنان تشكيلي. كم لك سنة؟ تقريبا من المتوسط، مرحلة متوسط. أنا يا سلام. أي. يا سلام. طبعا كعشق، أنا ما أخذته يعني كمهنة. إيه ما أخذته كمهنة، كعشق. ولكن وكاتب أنا في نفس الوقت برضو بكتب. عندي ديوان إن شاء الله الشهر الجاي إن شاء الله بيطبع. جميل. وش راح يكون اسمه؟ اسمه خبر حصري. ود واختلاف بإذن الله. ود واختلاف. في وسطه ثلاث دواوين، أنا محط الاختلاف فيها في يعني بتضاد بين بعضها. هي الود والاختلاف هو العنوان، والود والاختلاف في الداخل. في الأحرف إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله ينال إعجابكم. أكيد أكيد راح ينال إعجابنا، ولا بد إنه يكون في نسخة هدية للبرنامج. إن شاء الله على خشمي. أبشر. يا بعد راسي. طبعا استاذ ماجد، يعني على عجاله احنا تكلمنا عن الجمعيه وتكلمنا عن دور وزاره الشؤون الاجتماعيه، يعني كلمه اخيره تحب انك تقولها للساده المشاهدين. انا اولا اقدم الشكر الجزيل، والله اقدم الشكر لاشخاص اشتغلوا يعني على البرنامج هذا وعلى الحفل اللي صار امس، يعني حفل مبهج جدا. 110 عرسان يعني اشتغلوا فيه، اشخاص تشتغل مده سنه كامله على الحفل هذا، على البرنامج هذا، برنامج الزواج. جميل. ومن الآن مشتغلين البرنامج السنة الجاية، الأسبوع الجاي يبدون شغل البرنامج السنة الجاية. طبعا أنا أولا أقدم الشكر الجزيل
إلى قيادتنا الرشيدة طبعاً بمقام الخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. اللهم طبعاً طبعاً هو والدنا ووالد الجميع. وقدم الشكر لحصة صاحبة السمو الملكي حصة بنت سلمان بن عبد العزيز لتشرفها. طبعاً هي راعية حفل النساء كان يوم الأحد في الإنتر. وهذا غير مستقرب على قيادتنا. الله يعطيكم يعني دعمهم لنا. وقدم الشكر لأمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل على حضوره أمس ورفع معنوياته لزملائي وأخواني. تدري أستاذ ماجد قبل لا أختم أنا أشكرك أنت وأشكر أخوي عدنان لأنه فعلا أنتم أطراف في المجتمع هذا اللي في عدة أطراف وكلها طال عمرك تحت راية إيش تحت راية التوحيد وتحت العلم السعودي. الله يعطيكم العافية على المشاركة معنا. شكرا جزيلا. وعندي بس شكر لكل من ساهم طبعا معنا في الحفل الزواج على رأس أم المهندس ناصر المطوع. الله يعطيك العافية. الشيخ عبد الرحمن الباهلي وجميع الشكر الشكر للجميع. نعم طبعا الشكر للجميع من ساهم معنا في نجاح الحفل الزواج. مشاهدينا كان معكم عزام العبيد في جولة قدمناها لكم وفي ساعة قدمناها لكم. يعطيكم ألف عافية. دمتم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.